الفكرة العبقرية دي بدأت ازاي؟ بص، في البدايه اصلا ده توجيه جه من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لاكتشاف المواهب الرياضيه في جميع المجالات. طبعا احنا كره قدم مالناش دعوه طبعا المجالات الثانيه، فطبعا كان في تنسيق بين الشركه المتحده وبين وزاره الشباب والرياضه طبعا، وتكليف الدكتور محمود سعد بالقصه دي كلها، يعني ده الجندي المجهول زي ما بيقولوا عليه، هو اللي قام على المشروع، وهو بصراحه يعني هو بيساعد جدا في المشروع ده طبعا، بخلاف دكتور اشرف صبحي يعني طبعا حاجه محترمه يعني. طبعا. بس القصه كلها اللي احنا عملنا اختبارات في 8 مدن رئيسيه هنا في القاهره، سوري في مصر عموما، محافظات في المحافظات في 8 محافظات، محافظات رئيسيه، اسيوط، القاهره، اسماعيليه، الغربيه، اسكندريه. يعني اشمعنى المحافظات دي؟ يعني انتوا جالكوا خبريه ان المحافظه دي مثلا فيها لا مواهب كتير، لا ولا هي سنترال بالنسبه لل بالظبط دي سنترال، وغير كده في مثلا الشرقيه مثلا عشان فيها كثافه سكانيه، بنتي بيبقى عندك مثلا خلفيه عن المنطقه دي، اللعيبه اللي بتطلع منها، يا يعني مثلا اسماعيليه كان فيها اكتر ناس طلعت موهوبين، فاهمه؟ مش عشان اسماعيليه بس، هم الناس كلها عندها خلفيه من قبل كده. فاحنا عملنا الاختبارات دي كلها في المناطق دي او في المحافظات دي، وكانت اختبارات مش سهله يعني كذا اختبار، وصلنا ل 50,000 واحد لعيبه مش بتلعب في انديه ولا فرق الشباب، وما عندهاش اشتراك، ما عندهاش زي ما اشتراكات، نقول لعيبه من الشارع، لعيبه بيلعبوا كده حوالين بيوتهم في يعني الشوارع، اولادنا مأجرين مثلا دي كده. ميزه الحقيقه ان انتوا ركزتوا قوي ان يكون الموهوب ده مش لا ينتمي لاي نادي، بالظبط، ما عندوش ولا فرصه غيركم. بالظبط، محتاج فرصه، محتاج فرصه، ناس كتير محتاجه فرصه. وارجع اقول لك كمان المجالات في يعني مجال كره القدم في الناشئين رايح في داهيه. ليه بقى؟ بسبب الواسطه والمجاملات، بتاخدي واحد ابن كذا وتسيب واحد مميز ممكن يجي مني ولو دربتيه. صح، فاحنا صحيح. بنديهم فرصه عن طريق كابيتانو مصر، عن طريق القصه دي، انك بتعملي جيل جديد. انت مش بتركزي دلوقتي على فكره، انت بتركزي ل 20 30 20 34 طبعا كاس العالم الجاي، زي ما طبعًا. عملت بلجيكا قبل كده، عملت تيم طلع منه لوكاكو وهازارد والناس الثقيله دي. انت بتاسس ل 10 سنين قدام، بالزبط. 15 سنه قدام. طب بالزبط. انتوا معاييركم كانت ايه يعني؟ يعني هل انتوا كنتوا الاختبار كان عامل ازاي؟ يعني بتدي له كوره ولا بتعملوا ماتش يعني؟ لا شيري مش كده خالص، ده كذا اختبار، في اختبار بدني واختبار تكتيك واختبار تكنيك كل حاجه يعني. وطبعا اول حاجه بتخش على الوزن والطول، اكيد في مواصفات معينه، ما ينفعش يبقى اوفر ويت قوي، ما ينفعش يبقى يعني، اكيد دي حاجات كده. انت ما عندي بقول لك في كذا كذا محطه يعني، في كل اثنين مدربين مثلا في محطه شكل اختبار مثلا، هنا دريبل بالكوره، هنا فتح سبرنت، هنا حاجات سمارت، كل حاجه. بعد كده في الاخر خالص التقسيمه، ما ممكن يبقى عندي لاعب فكره الحاجات دي مش كويس وفي التقسيمه يبقى عالي قوي، يبقى حريف قوي، فاهم؟ ممكن في التوافقات محتاج يشتغل على الفيتنس بتاعه شويه، لان كمان انت بتتكلم على بالظبط يعني على الاطفال اللي بيلعبوا في الشارع، فاكيد ممكن يبقوا موهوبين جدا ولا بس نظام غذائي ولا اي حاجه يعني، بتبقى برضو الدنيا بالظبط. فانت بتشوفي الخلل فين مثلا، وده ممكن يجي منه وما يجيش منه، الحاجات دي كلها. بس طبعا انت بتتكلمي في 50,000 واحد، كتير وصلوا ل 12,000 واحد. بعدها عملنا اختبارات تاني، وصلنا الحمد لله كنا في العاصمه الاداريه 150. بعد كده عملنا اختبارات تاني عشان ناخد 8 فرق صح مظبوطين، كل فرقه معاها 18 لعيب، 18 واحد، اخذنا 144 لعيب، 144 بس لثمان مديرين فنيين. طبعا مدير فنيين كان كابتن كاس واحمد الكاس، كابتن عبد الستار صبري، انا مبسوطه كابتن محمود ساره، لا عسل كابتن ساره، انا مبسوطه كابتن ساره، انا كسبتها خلاص، لا يعني كان في تحدي وكسبتها، لا بس انا مبسوطه.